وحول هذا الاجتماع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين. أهلا بك سعادة المستشار في نشرة أخبار الثالثة. بداية حدثنا عن استعداداتكم والتحضيرات الأخيرة لهذا الاجتماع وما أهمية هذه اللجنة أيضا في تعزيز الحوار والتعايش بين أتباع الأديان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. والحقيقة أن هذه اللجنة هي لجنة مهمة للغاية، تشكلت منذ عدة أشهر بين مجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبين دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان. هذه اللجنة تعمل على دعم كل جهود ومبادرات حوار الأديان والتي يأتي في مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع البابا فرانسيس في 2019 في أبوظبي، وكذلك إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي. وأيضا هذه اللجنة المهمة تضم شخصيات عالمية مؤثرة من الإسلام ومن الجانب الآخر المسيحي، وستنعقد في أول اجتماع لها في مملكة البحرين غدا بإذن الله باستضافة كريمة من مملكة البحرين تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله. نعم سعادة المستشار، إذن هو الاجتماع الأول لهذه اللجنة الدائمة، ما هو المرجو تحقيقه من خلال هذا الاجتماع، ويعني ما هي أهم البنود المطروحة؟ الحقيقة أنه مثل هذه الاجتماعات وهذه اللجان المهمة رفيعة المستوى، هذا نحن في أحوج ما نكون العالم اليوم في أحوج ما يكون إلى الحوار. على مستوى القادة والرموز الدينية هم يبذلون جهودا في العديد من المستويات والمناطق حول العالم، وبالتالي دعم هذه الجهود من خلال تنسيق شؤون الحوار بين الأديان وتعارف كل منا على الآخر، وأن يكون لدينا يعني الهدف الأسمى لمثل هذه اللجان أو لهذه اللجنة أنه الآن أصبح لدينا أجندة مشتركة. نحن لا نجتمع لنناقش أينا على الحق أو لنناقش المسائل الدينية العقدية، ولكن نجتمع لنناقش كيف يمكن معا أن نواجه التحديات التي تؤثر على البشرية وتؤرق البشرية هذا اليوم. وبالتالي فهذه الاجتماعات وهذه النوعية من الرعاية والدعم التي نلمسها من القادة هي الحقيقة هي بشارة خير، لأنه كما تعلمون أن رموز الأديان ورجال الأديان يملكون تأثير كبير على الشعوب على كافة المستويات، وبالتالي أن يرى الناس القادة والرموز الإسلامية مع الرموز المسيحية يجتمعون معا على طاولة واحدة يناقشون المستقبل، هذه رسالة أمل في وقت نحن أحوج ما نكون إليه في ظل الحروب والصراعات التي تتصاعد يوما بعد يوم. نعم المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.